أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم وضع الأموال في البنوك للإدخار فقط ولحفظها من السرقة، مع أنه يدور في قلبي أن هذا نوع من التعاون على الإثم والعدوان، لأن البنوك تقوم على الأموال التي تدخل إليها ويستخدمونها في قروضهم الربوية؟ نعم، هذا فيه نوع تعاون ما في شك، وهذا قد يكون والله أعلم من الغبار الذي ينال الذين لا يأكلون الربا، ينالهم من الربا، يودع عندهم فهم يستثمرون ماله، لكن هذا يقولون يجوز للضرورة. إذا كان عندك مال تخاف عليه ولا هناك مكان تحفظه فيه إلا البنك، هذا من باب الضرورة، والضرورة لها حكم. فأنت وين تدعي أموالك؟ وين تدعي المال اللي عندك؟ ما في مكان إلا في البنك، ما من باب الضرورة. الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه. نعم.